وفي سياق الاحتفالات بعيد جميع القديسين، ترأس الأب عماد كامل مسؤول الشبيبة في حراسة الأراضي المقدسة قداسا احتفاليا بمناسبة احتفال مدارس الأحد ببيت لحم بهذا العيد المبارك. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. عيد جميع القديسين. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد جميع القديسين، فكان احتفال مدرسة الأحد في محافظة بيت لحم مختلفاً، إذ ترأس الأب عماد الكامل مساعد كاهن رعية سانتا كاترينا قداس لعيد جميع القديسين مع أطفال مدرسة الأحد في مؤسسة العمل الكاثوليكي في محافظة بيت لحم، بحضور راهبات ومدرسين مدرسة الأحد والأطفال الذين تجاوز عددهم أكثر من 400 طفل. وفي كلمة من الأب عماد الذي شرح للأطفال عن هذا العيد وكيف لنا أن نكون فعلا قديسين بأعمالنا البسيطة وأفعالنا الإنسانية تجاه الآخرين، وكيف علينا أن نكون ثابتين بالإيمان بيسوع المسيح، وحث الأب الكامل أطفال المدرسة لأن يفرحوا ويبتهجوا لأنه عيد كنيسة السماء، كنيسة النفوس البشرية المنتصرة، وكيفية التمسك بالإيمان والانتماء إلى السيد المسيح. وكان الأطفال قد عبروا عن حبهم للقديسين بارتدائهم ملابس اختاروها بأنفسهم لشفيعهم المفضل. اليوم احنا هنا مجتمعين في العمل الكاثوليكي اللي هو يعتبر المركز الرعوي بالنسبة للرعية، ومعنا أكثر من 400 طفل، وفي كتير منهم لبسوا مثل القديسين لأنه طلبنا منهم كل حدا يلبس مثل القديس اللي بيحبه ويحكي لنا شو الشغلة اللي هو بيحبها. ليه؟ لأنه اليوم بنعيد بعيد جميع القديسين، وهو عيد كتير مهم بالنسبة لينا لحتى نحن كمان نتذكر أنه إحنا مدعوين كمان للقداسة، وإذا في ناس رجال ونساء عاشوا مثلنا في هاي الحياة اللي مليانة صعوبات وتجارب وقدروا يكونوا قديسين، معناته ان في امل كبير بالنسبة لنا احنا كمان ان احنا نكون قديسين. ومن هيك كان بالنسبة لنا شعار القديسة تيريزا اللي هو فيك انت كمان فيك تكون قديس، كان هو هذا الشعار تبع اليوم، واللي الاطفال عبروا عنه في الكرزة لما طلبت منهم اذا بدهم يكونوا قديسين وحكوها بحماس، انا كمان بدي اكون قديس. فبنطلب من جميع القديسين اللي هم سبقونا للحياة اللي هي الكنيسة المنتصرة بيتمتعوا بمجد الله مع أمنا مريم العذراء، إنهم يدونا كمان العون والمساعدة في هاي الحياة، خصوصا مع هاي الأطفال اللي هم كنيسة المستقبل، لحتى نعيش القداسة ويسوع يتمجد فينا ومن خلالنا مثل ما سمعنا في المزمور سبحوا الله في جميع قديسيه. يعني الله لما إحنا بنعيش القداسة الناس بتشوفنا فبتسبح الله وبتعرفه أكتر. فربنا يبارك جميع الأطفال ويزرع في قلبنا حب القداسة لحتى كنيستنا تكون دايما منورة بنور يسوع. أكيد من كل قلبي بحب أشكر نورسات، وفي شخص طبعا مارلين الحدوة اللي في كل مناسباتنا خصوصا مع الأطفال في المخيم في غير مناسبات دايما حريصين إنهم يكونوا معنا، فشكرا إلهم والله يبارككم ويبارك خدمتكم ورسالتكم. وفي نهاية القداس الذي أقيم في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي بارك الأب عماد الأطفال ودعاهم دائما إلى الفرح والابتهاج لأن بإمكانهم السير في طريق القداسة. إحنا اليوم عملنا بنحتفل بعيد جميع القديسين في مدرسة الأحد، وهي دعوة كتير حلوة وفرصة كتير حلوة بنتعلم منها كمان. اليوم لابسة مريم العذراء عشان هي أم الله وأمنا، هي بتحبنا وبتعتني فينا. أنا لابس اليوم زي القديس دومينيكو سافيو لأنه هو كان عنده إيمان كبير بالله وأنا حابة أطلع زيه، وأنا بحب الإيمان. لبست زي القديسة تيريزا عشان هي بتحب كل الناس والفقراء، وأنا كمان بدي أحب كل الناس. اليوم لابسة زي القديسة تيريزا لأنه كانت تحب كل الناس وتساعد الفقراء والمساكين. أنا لابسة القديسة الورد وهي موجودة في فرنسا عشان الأولاد اللي مرضى
وأنا بصلي لهم عشان يصيروا أحسن. لبست اليوم العذراء عشان الماما والبابا سموني بالعماد على اسمها، عشان هي أم يسوع وولدت يسوع عشان يغفر لنا خطايانا، وأنا بحبها كتير. لنورسات مارلين الحدوى من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.